أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو وواشنطن ستضغطان من أجل إجراء مفاوضات مباشرة بين نظام الأسد والمعارضة السورية، اللذين أجريا في جنيف جولة مفاوضات غير مباشرة لم تكن مثمرة. الدفع من أجل حصول انتقال سياسي في سوريا ووضع دستور جديد للبلاد بحلول شهر أغسطس آب المقبل، هذا ما اتفقت عليه واشنطن وموسكو خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري روسيا. ومن الاتفاقات بين الطرفين بدء مفاوضات مباشرة بين نظام الأسد والمعارضة السورية، والتشديد على أهمية أن يفعل الأسد ما يلزم في المشاركة بمفاوضات السلام التي تقودها الأمم المتحدة. يأتي هذا الاتفاق في الوقت الذي انتهت فيه جولة المفاوضات بين ممثلي نظام الأسد والمعارضة في جنيف من دون إنجاز تقدم ملموس بشأن القضايا الخلافية بين الطرفين وفي مقدمتها مستقبل الأسد. وفي تقويمه لحصيلة المحادثات غير المباشرة مع الطرفين منذ 14 من مارس آذار، أقر ديمستورا بأن تركيز وفد النظام تحديدا كان على المبادئ بشكل مطلق حتى يتمكن من النقاش في القضايا الأخرى، بينما كان وفد الهيئة العليا للمفاوضات جادا وأكثر عمقا في شأن الانتقال السياسي. وفي محاولة لدفع المحادثات في الجولة المقبلة سلم ديمستورا الوفدين ورقة من 12 شرطا تؤكد أن يشمل الانتقال السياسي في سوريا حكما ذا مصداقية وشامل وجدولا زمنيا لإعداد الدستور وتنظيم الانتخابات على أن يشارك فيها جميع السوريين بمن فيهم السوريون المغتربون المؤهلون للتصويت. وتؤكد الورقة احترام سيادة سوريا واستقلالها والتزام إعادة بناء جيش وطني موحد يدمج فيه أفراد الجماعات المسلحة الداعمة للعملية السياسية. وكان قرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن قد أكد على ضرورة تشكيل حكومة تضم ممثلين عن المعارضة والنظام خلال 6 أشهر وصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات خلال 18 شهرا. معي عبر الهاتف من اسطنبول عضو الهيئة السياسية في الائتلاف السوري الدكتور نصر الحريري. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور نصر. إذن ماذا يمكن أن نعرف منكم كائتلاف سوري اليوم فيما يتعلق بهذه المفاوضات المطروحة مع النظام؟ تماما، يعني كما أورد التقرير القرار الأممي يتحدث عن 3 قضايا: الانتقال السياسي، الدستور، الانتخابات. الجلسة الثانية التي انتهت البارحة يعني لم تؤدي إلى نتائج ملموسة. كان جدول الأعمال للأمم المتحدة مركز على نقطة واحدة هي الانتقال السياسي. قدمت المعارضة عدة مذكرات تغوص بالعمق في تفاصيل المرحلة الانتقالية. رفض النظام الحديث أبدا عن الانتقال. اكتفى السيد ديمستورا بإعلانه عن بعض النقاط المشتركة باعتقادي ليست بين النظام والمعارضة، هي يعني لا يختلف عليها سوريان المبادئ العامة التي يعني تعطي شكل سوريا. باعتقادي أن السيد ديمستورا أنهى الجلسة، ونحن كذلك بانتظار ما ستفضي إليه محادثات روسيا وموسكو والأمريكان، باعتبار أنه هم الراعيين الأساسيين للعملية السياسية وما تحركت الأجواء السياسية إلا بعد الاتفاق الروسي الأمريكي. ما رشح من معلومات حتى هذه اللحظة توحي بأن هناك سحب في جدول الأعمال، يعني في هناك تسريع لمراحل العملية السياسية، بمعنى أنه ربما تكون هناك في رغبة لإنهاء الملف قبل أن ينهي الرئيس أوباما ولايته الرئاسية. الجلسة القادمة غالبا ستكون يعني في 9 أو 10 من شهر نيسان. إذا أتى النظام بنفسه التي غادر بها لن تكون هناك نتائج، بالعكس قد تكون العملية السياسية على حافة انهيار لأنه يفترض. طب ما الذي حدث وما المتوقع، ما الذي سيغير ما يحدث على الأرض تغييرا حقيقيا يشكل منعطفا فيما يحدث؟ وكأننا ندور في نفس الدائرة دكتور نصر، يعني المفاوضات هذه نتحدث عن آخر جلسة ونتحدث بأنه لم تكن مثمرة وعلى لسان الجميع، ورفض النظام لموضوع الانتقال السياسي ولما تتحدث عنه المعارضة، وهذا ليس بالجديد. تماما، أنا باعتقادي أنه راح يكون في ضغط على النظام خلال الجلسة القادمة حتى يتم نقاش الانتقال السياسي. إذا لم يتحقق ذلك الضغط ما أتصور أنه راح تكون في جولة رابعة، بمعنى أنه الجلسة القادمة هي
هي الفصل وهي الفيصل. واجتماعات كيري لافروف وكيري بوتين البارحة أكدت على أنه الروس سيضغطون على النظام لاستئناف عملية المفاوضات السياسية باتجاه الانتقال. وأنا أقول أن الأمم المتحدة تحلم بأن تتوصل إلى شكل جسم حكم انتقالي أو هيئة حكم انتقالي في ربما في نهاية شهر 6 أو بداية شهر 7، بمعنى أنه ليس هناك متسع من الوقت كي يناور النظام ويهدر مزيد من الوقت. لأي درجة موقفكم بهذه الجولة من جنيف دكتور نصر قوت موقفكم؟ ستكون ضاغطة بحد ذاتها إن كان لواشنطن أو لموسكو للضغط فعليا على نظام الأسد؟ يعني أثبتت المعارضة بهذا المؤتمر جديتها، قدمت بعض التنازلات من أجل الحؤول دون مزيد من الضحايا. تماما تماما، يعني أربع جلسات مع المبعوث الأممي، تم تقديم فيها أكثر من 6 مذكرات كلها تتحدث عن يعني في خصوصيات الاجنده تبع الامم المتحده اللي هي الانتقال السياسي، في حين انه النظام كان يتحدث دائما عن شكليات واجراءات الى اخره. موقف المعارضه صراحه احرج الدول التي تدعم النظام، احرجها تماما، لا سيما الان ان الروس لهم مبعوث موجود في فريق السيد ديمستوره، هو السيد نعومكن، هو يطلع على تفاصيل الامور ويستطيع ان يقارن بسهوله ما تقدمه المعارضه مقابل ما يقدمه النظام. لذلك الآن النظام أصبح تحت المجهر، تحت عدسة الضغوط الدولية، لأنه بات واضحا أنه هو وحده من يعيق تقدم العملية السياسية. أنا أشكرك جزيلا من أسطنبول، عضو الهيئة السياسية في الائتلاف السوري دكتور نصر حريري.